بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض ليسون نمبر 3. وهو ليسون سهل جدا، وليسون من الدروس اللي تحبوها، يعني ليسون سهل كده وبيتكلم برضو عن حاجات ليها علاقه بحياتنا. فاكرين لعبه المكعبات اللي كنتوا تلعبوها وانتوا صغيرين، اللي هي تجيبوا مكعب وجنبه مكعب تاني وتركبوا المكعب ده على المكعب ده، ويكون لك بقى شكل مثلا قلعة، يكون لك شكل سور. المكعب ده هو حاجة صغيرة خالص، لما بحط جنبها مكعب تاني مكعب تالت بيكون لي شكل. الأجسام بتاعتنا والنباتات والشجر والحاجات دي كلها متكونة بنفس الفكرة دي، إن حاجة صغيرة اسمها ذا سيل موجودة جنب سيل تانية جنب سيل تالتة وهكذا، وبتكون الشجرة أو بتكون النباتات أو بتكون الحاجات دي كلها. الدرس بتاعنا النهاردة اسمه ذا سيل، والسيل دي هي أصغر حاجة موجودة في الكائنات الحية، أو أصغر شكل موجود في الكائنات الحية. يبقى ذا سيل it is the smallest unit، هي أصغر unit of living things that can carry out the biological function، هي أصغر حاجة موجودة في جسم الإنسان أو في الجسم عموما وبتقوم بالوظائف الحيوية، such as nutrition اللي هي التغذية، motion يعني الحركة، sensation يعني الإحساس، growth اللي هو النمو، and reproduction اللي هو التكاثر. يبقى السيل هي the smallest unit، هي أصغر unit موجودة في جسم الإنسان، وليها فايدة إن هي بتعمل كاري، هي صغنونة خالص ولكن هي من جواها بتقوم بحاجة اسمها biological function زي النيوتريشن والموشن والسنسيشن والجروث والريبرودكشن. النيوتريشن هي الفيدنج يعني التغذية. يبقى اللي انا عاوز اقوله لكم ان السيل دي ذا سيل هي حاجة صغيرة جدا، وهي اللي بتكون جسم الكائنات الحية. يبقى ذا سيل it is the unit of structure and function in living organisms، أو هي the building unit of structure and function of living organisms، هي أصغر حاجة موجودة في الـ structure بتاع living organisms أو in living organisms الكائنات الحية. طيب هو كلمة organism يعني إيه؟ كلمة organism يعني كائن حي. هو الكائنات الحية بتتكون زي القطة والشجر والكلام ده كله، كل دي كائنات حية، نبات أو حيوان. يا ترى هي بتتكون من سيل واحدة بس، ولا بتتكون من ملايين الملايين من السيلز؟ سيلز جمع كلمة سيل، لا بتتكون من ملايين الملايين من السيل، فيها سيل كتير، سيل جنب سيل جنب سيل جنب سيل وبتكون. طب هو في كائنات بتتكون من سيل واحدة بس؟ في كائنات بتتكون من سيل واحدة بس، واسمهم يوني سيلولر. سيلولر يوني سيلولر يعني سيل يعني خلية، يوني يعني واحدة، يوني سيلولر يعني أحادي الخلية، بتتكون من خلية واحدة بس. يوني سيلولر organisms is made of a single، بتتكون من single يعني حاجة واحدة بس، cell single cell that carries out all its life processes. يبقى في كائنات بتتكون من خلية واحدة بس صغنونة لدرجة انها بتتكون من cell واحدة بس، اسمهم unicellular. طب ال unicellular organisms دول زي ايه؟ زي البكتيريا. عارفين البكتيريا والحاجات دي بتتكون من سيل واحدة بس،
وزي اليست فانجس. اليست فانجس اللي هي الخميره بتتكون من، لو انت جبت واحده كده بس، هي دي وحده بكتيريا بتتكون من خليه واحده بس. طيب هو جسم الانسان بقى بيتكون ازاي؟ السيل دي موجوده ازاي في جسم الانسان؟ جسم الانسان مش بيتكون كده من سيل على طول، لا ده بيتكون من حاجات كتير قوي. اول حاجه فيهم اسمها سيستم، واحفظ الترتيب ده. اول حاجه اسمها ايه؟ سيستم. جسم الانسان او تركيب الكائن الحي بيتكون من اول حاجه سيستم. The body of living organism is made up of groups أو group of system، بيتكون من group of system. السيستم يعني جهاز، زي الجهاز الهضمي، زي الجهاز التنفسي. The body of living organism is made up of group of systems، بيتكون من systems زي respiratory system، زي digestive system. يبقى أول حاجة في جسم الإنسان لو أنت عاوز توصف لي الجسم ده بيتكون من إيه، هتقول لي إن هو أول حاجة بيتكون من سيستم أو سيستمز بقى، أجهزة. طيب السيستمز نفسها، الجهاز نفسه، الريسبيراتوري سيستم أو الدايجستيف سيستم أو الريبرودكشن سيستم، السيستم نفسه بيتكون من إيه؟ بيتكون من أورجانز. يبقى البادي بيتكون من سيستمز، والسيستمز بتتكون من اورجانز. يبقى احنا ماشيين كده اهو، البادي بيتكون من ايه؟ من سيستم، والسيستم بيتكون من ايه؟ من اورجان. اورجانز يعني اعضاء، اعضاء زي المعده، زي الكبد، زي الجذور في الشجره، زي ورق زي الورق اللي موجود في الشجره، دي اسمها اورجان. يبقى ذا سيستم made up of a group of، يعني made up group of organs as stomach زي المعدة، زي الليفر اللي هو الكبد، and mouth اللي هو الفم، roots and stem and leaves in plants. يبقى في الإنسان لو جي قالك قول لي example على ال organs، هتقول له stomach or liver and mouse، كل دول organs موجودين في جسم الإنسان. طب لو جي قال لي قول لي organs في النبات، roots stem اللي هي الساق، leaves اللي هي الأوراق. يبقى system بيكون من organs، وكنا عارفين ان البادي بيكون من system. يبقى البادي بيتكون من system، والسيستم بيكون من organ. system زي ايه؟ زي digestive system، زي الريسبيراتوري سيستم، والسيستم بيتكون من اورجان. اورجان زي ايه؟ لو في جسم الانسان في الهيومن، ستومك وليفر وماوس. طيب لو اورجان في النبات، لو انت عاوز اعضاء في النبات، روتس وستم وليفز. طيب عرفنا ان البادي بيتكون من سيستم، والسيستم والسيستم بيتكون من اورجان، والاورجان بيكون تيشوس. يبقى الأورجان ده جواه حاجات أصغر منه اسمها تيشوس. يبقى the organ made up a group of tissues، الأورجان بيكون مجموعة من الأنسجة. تيشوس يعني نسيج. يبقى البادي بيكون سيستم، والسيستم بيكون أورجان، والأورجان بيكون تيشوس، والأورجان بيكون إيه؟ بيكون تيشوس. طيب التيشوز دي بتتكون من حاجات اصغر منها اسمها سيلز. التيشو ميد اب ا جروب اوف سيلز. يا كل ده علشان نوصل للسيل، كل ده علشان نوصل للسيل. يبقى السيستم بعده اورجان، والاورجان بتكون تيشوز، والتيشوز بتكون سيلز.
دي شكل، دي اشكال هنا من التيشوس. لو انت عاوز تشوف التيشو، في اشكال كتير من التيشوس، في نيرفس تيشو، نسيج اهو عصبي، ابيثيليال تيشو، شوف شكله عامل ازاي، كونكتيف تيشو، ماسل تيشو. الحاجات دي مش حفظ ولكن تعرفوا بس اشكال. تعالوا بقى ايه نلخص اللي فات ده كله. نقول ايه بقى؟ نقول ان السيستم is a group of organs that work together. يبقى السيستم group of ايه؟ group of organs. والorgan is a group of tissues work together. والتيشو، التيشو is a group of cells that work together. سيل بقى، السيل هي اصغر حاجة خالص. It is the building unit of living organism. او it is the unit، هي اليونت of structure and function of living organism. الكلام ده كله حفظ. ليه حفظ؟ علشان نبقى فاكرين كل حاجة في الامتحان، ومش لازم تحفظها كلها مرة واحدة كده، ممكن كل شوية كده تحفظ حاجة. طيب الانيمال سيل والبلانت سيل، لما يجي يقول لي انيمال سيل هقول له ان السيل دي بتاعت الانيمال، بتاعت الحيوان. It is the building unit of animal body. طب البلانت سيل is the building unit of planet او plant body. يبقى لو السيل هي البيلدينج يونت، بيلدينج يونت بتاعت الحاجة اللي انت بتتكلم عنها، building unit of animal او building unit of plant. طيب تعالوا نشوف البيلدينج يونت للانيمال والبيلدينج يونت بتاعت البلانت، شكل السيل في الانيمال عاملة ازاي وشكل السيل في البلانت عاملة ازاي. بس عرفنا دول وهنحفظهم. سيستم هو جروب من الاورجان، والاورجان هو جروب من التيشوز، والتيشو هي جروب من السيل، والسيل هي البيلدينج يونت. لو قال لي انيمال سيل هي البيلدينج يونت اوف انيمال بادي، لو قال لي بلانت سيل هي البيلدينج يونت اوف بلانت بادي. طيب يا شاطرين كده نقف لحد هنا ونكمل في البارت نمبر 2 علشان نشوف الاشكال بتاعه السيل دي واشكال السيل دي اللي هي الانيمال والبلانت ونحفظهم، وان شاء الله يكون بقى ايه البارت اللي جاي حلو وانتوا شاطرين. انا عارف ان انتوا شاطرين كلكم، والدرس سهل اهو، في شويه حاجات بس كده هتحفظوا وخلاص، يعني تحفظهم كده وخلاص، هتلاقي نفسك عارف تحل في الاسئله كلها. نتقابل ان شاء الله في البارت نمبر 2. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.